راديو الأهرام يقدم اقلب الصفحة. اقلب الصفحة مع محمد شمروخ. كتاب تنوير الزائف في الحلقة الثالثة، وهذا الكتاب الخطير الذي صدر سنة 99 في سلسلة اقرأ في دار المعارف، كتاب لا غنى لأن يكون في مكتبة كل مثقف حتى تراجع نفسك، كنت مؤمنا بالتنوير أم كنت مدينا للتراث. المهم أنه لا تكن لك مرجعية مطلقة بدون أن تعي، ولا يمكن أن تخدع في عقلك بعقلك، ولا أن تزيف وعيك بوعيك. اسمح لي يا دكتور جلال أني أرى أن هذه الكلمات التي أقولها الآن اختصار شديد جدا لدعوتك من هذا الكتاب المهم الذي أثر فيها شخصيا وفي موقفي من التنوير. يقول الدكتور جلال: عندما دعا فلسفة التنوير في أوروبا في القرن الثامن عشر إلى تغليب حكم العقل والاهتداء به في الحكم على الأشياء، ما الذي كانوا يظنون أنه يحدث قبل ذلك؟ وبماذا كان يهتدي الإنسان خلال مئات الألوف من السنين السابقة على ظهورهم هم؟ بما اهتدى الإنسان عندما اكتشف طريقة إشعال النار غير العقل، أو عندما تعلم كيف يبني بيته ويغزل وينسج رداءه ويطور أسلحته لاصطياد الحيوان؟ هنا الدكتور جلال بيعود بنا إلى الفترة المبكرة جدا في تاريخ الإنسانية، اللي هي فترة الإنسان الأشبه بالحيوان، اللي هي فترة الغابة، إنسان الغابة. وما الذي غلبه الإنسان غير العقل عندما اكتشف الزراعة وطور الصناعة وأصلح نظم الري وأنشأ حكومة لفض المنازعات بين الناس؟ وما الذي اهتدى به الإنسان غير العقل عندما اكتشف حماقة عبادة الأوثان وعبد إلها غير منظور ونزهه عن حماقات الإنسان؟ ألم يكن حكم العقل إذن هو منارة الإنسان خلال تاريخه الطويل فمكنه من الاستمرار في الحياة حتى القرن الثامن عشر؟ يعني فلاسفة التنوير في القرن الثامن عشر لم يكونوا بدعا من الفكر، هم كانوا يعلون مقيمة العقل، والعقل قبلهم لم يكن خاليا. مستحيل كما قلت في الحلقة السابقة أن احنا نتخيل مجتمع إنساني مهما بدأ من تخلف ومن تمسك بالتقاليد، مستحيل أن لا يكون هذا المجتمع به تفكير عقلي أيا كان. ولكن يعود الدكتور جلال ويقول: ربما كانوا يقصدون الاهتداء بحكم العقل وحده وتغليبه على أي اعتبار آخر كالعواطف والأهواء أو مجرد التخير أو الولاءات الضيقة والتحيزات المسبقة. عن فلسفة التنوير وأتباعهم من التنويريين الذين يغمضون عينهم عن النور، من أدعياء التنوير للأسف ابتلينا بهم في هذا الزمان، ونجدهم يوميا في الصحف والجرائد والمجلات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي يدعون فقط التنوير ويحطمون في سبيل التنوير كل مصدر للتنوير. ده كلامي أنا، ده مش اللي أنا قلته في الآخر، مش كلام الدكتور جلال. الدكتور جلال يمكن بعبارة أكثر تعبيرا ورصانة يعني بيقول: ربما كانوا يقصدون الاهتداء بحكم العقل وحده وتغليبه على أي اعتبار آخر كالعواطف والأهواء أو مجرد التخيل أو الولاءات الضيقة والتحيزات المسبقة، ولكن هل هذا ممكن حقا؟ فما الذي يفعله الأدباء والشعراء والخطباء والفنانون من كل نوع؟ بل ما الذي يفعله الناس في الجزء الأكبر من أحاديثهم اليومية، بما في ذلك فلاسفة التنوير أنفسهم، غير التعبير عن عواطفهم وأهوائهم وإطلاقهم العين لخيالهم؟ هنا بنرجع لشيء مهم: الاهتداء بالعقل لا يعني عبادة العقل، ولا يعني أن يتحول العقل إلى المرجع الوحيد ويكون هو الوسن الأكبر الذي نهتدي به في ظلمات الوجود. كده احنا بنحول العقل أو بالعقل بنبقى غير عاقلين، لأنه في النهاية، وده برضو كلامي أنا مش كلام الدكتور جلال علشان نكون منصفين، في النهاية لا يمكن أن يتحول العقل إلى وسن، ولا يمكن أن يتحول الوعي الإنساني ولو كان دعوة للحرية ودعوة لنبذ التعصب إلى قوالب. لكن التعبير اللي قد يكون أكثر تلخيصا وأكثر مباشرة عن كلامي، الكلمة التي أوردها الدكتور جلال في هامش الكتاب بيقول: لخص برتراند راسل الأمر في العبارة البليغة الآتية: إن عقلا منتفقا على الدوام هو عقل فارغ على الدوام. التنوير لا يعني أبدا أن نؤله العقل، نغلب العقل، نغلب حكم العقل، لكن لا يمكن أن نؤله العقل. نرجع لنص الكتاب، بيقول الدكتور جلال: عساهم كانوا يقصدون ما كان يدعو إليه فرانسيس بيكون قبلهم بنحو قرن ونصف، عندما كان يضع قواعد المنهج العلمي التجريبي القائم على الاعتماد على ما تدلون عليه الحواس من ملاحظة وتجربة. قبله قرن ونصف من فلاسفة القرن الثامن عشر اللي هم التنويريين، اللي هو فولتير وديدرو، اللي هم التقليديين في لما نتكلم عن تجربة أوروبا في التنوير، دون السماح بالأوهام والتحيزات
المسبقة بالتأثير فيما نصل إليه من أحكام وما نستخلصهم من نتائج على العالم الخارجي. عساهم أيضا كانوا مدفوعين في التأكيد على تغليب حكم العقل وإعلاء شأن العلم برغبتهم في محاربة ما كان لا يزال سيدا في أوروبا في عصرهم من الاعتقاد في تأثير السحر وفي الخرافات وأعمال الشعوذة ومن مطاردة الناس وتهديد حياتهم بناء على هذه الاعتقادات وقرب عهدهم بما أدى إليه التعصب الديني بالذات في 100 سنة السابقة عليهم مباشرة من حروب ومآس وتقتيل وتعذيب. لا شك أن هذا صحيح وأن هذين الدافعين الآخرين كانا هما الدافعان الأساسيان لمفكر القرن 18 في أوروبا للدعوة على تغليب حكم العقل. ولا شك أن هذين كانا أيضا الدافعين الأساسيين لدى رافعي شعار التنوير عندنا في العقدين الماضيين، الغضب مما أدى إليه التعصب الديني من أعمال العنف والقتل إزاء المخالفين في الرأي وتكرر المناداة بتقييد حرية أديب أو فنان أو مفكر بعد آخر نتيجة لهذا التعصب، ومن عودة الرواج والانتشار للكتابات التي تدعو للإيمان بالسحر والخرافات والشعوذة وتكرر تقديم تفسيرات للظواهر الطبيعية أو الاجتماعية منافية لقواعد المنهج العلمي في التفكير والبحث. كل هذا بلا شك صحيح ومفهوم تماما، ولكن من الصحيح أيضا أن في رأيي اللي هو رأي الدكتور جلال ورأيي أنا برضو ورأي من يغلب العقل على العقل ودعوة التنوير الزائف، ولكن من الصحيح أيضا في رأيي أمران آخران أراهما على قدر كبير من أهمية. ايه هما الامرين دول يا دكتور جلال؟ الامر الاول ان التعصب الديني وان كان من ممكن ان يؤدي وكثيرا الى الحادثة في التاريخ ان ادى الى فظائع ومآس، فانه ليس باي حال الصورة الوحيدة للتعصب الذميم المولد للفظائع والمآسي، ركز في ده. كذلك فان الايمان بالمعتقدات الدينية والتحيزات الدينية المسبقة ليس باي حال النوع الوحيد من الايمان او التحيزات المسبقة التي يمكن ان تفسد العلم وتؤدي الى الخروج عن قواعد المنطق والمنهج العلمي والموضوعية. ومن ثم فان اعتبار الدعوة الى تحكيم العقل والبعد عن التعصب وكأنها لا تعني إلا التخلص من التعصب الديني أو كأن هذا وحده كاف لتجنيب البشرية أعمال عنف والقهر، واعتبار الدعوة إلى تحرير العقل وكأنها مرادفة لتحرير المرء من الاعتقاد الديني. الأمر الثاني من الخطأ الظن بأن الإيمان بالغيب والعقيدة الدينية بوجه عام تؤدي بالضرورة التعصب والتطرف. كلام خطير جدا بيقول الدكتور جلال. أنا مش فاهم هذا الكتاب، يعني لم يلاقي الرواج على مستوى العام ويعني أحدث ضجة، ولكن في دوائر ثقافية محدودة وناس كتير هجمته وناس كتير رفضت ما جاء به لمجرد ان هم اعتبروه ان هو مضاد للتنوير لانه كان العنوان صادم لكثير من ادعياء التنوير اللي هو عنوان التنوير الزائف، كان صادم. يعني هو التنوير ده اصبح عند البعض المفكرين وبعض الكتاب، وعلى فكرة لما تقابلهم بتلاقيهم ولا ليهم اي علاقة بالتنوير الحقيقي، هو فقط دعوة تعصبية ودعوة تعصب ضد التعصب. الامر الثاني يا دكتور جلال بيقول ايه؟ انما الخطأ الظن بان الايمان بالغيب والعقيدة الدينية بوجه عام يؤدي بالضرورة إلى التعصب والتطرف، وأنه لا بد في النهاية من أن ينتج عنها فظائع ومآسي، مما يجعل العمل عن منع هذه الفظائع ولا يتطلب استئصال العقيدة الدينية أصلا أو ضعفها. الدكتور جلال هنا بقى بيتخلى عن القنبلة وبيوجه ضرب مدفعية قصف مباشر لبعض أضياء التنوير اللي دخلوا إلى التنوير لأنهم ضد العقيدة الدينية من المبدأ. وللأسف وبقولها وبتحمل نتيجتها وحختم بها كلامي ده، أنه التنوير في القرن 20 والقرن 21 بعض أضياء التنوير تحالفوا مع منكرين العقائد الدينية أو الملحدين وصار الإلحاد مجرد الإلحاد أو أنه يكون الكاتب أو الأديب أو المفكر ملحد، ده عنده فقط كافي أنه هو يضم إلى قائمة التنويريين، وهذا خطر كبير جدا. ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل مع بعض هذا الكتاب المهم والخطير. اقلب الصفحة مع محمد شمروخ.